كبيرة ومهمة جدا، وهي الاحتفال بمناسبة 35 سنة على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وده اللي أسسه المرحوم الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو أحد رجال التربية العربية والعالم، وأحد الشخصيات واحدة الشخصيات المهمة في الاهتمام بالطفولة العربية بشكل عام. سمو الأمير طلال أسس هذا المكان من 35 عاما. المجلس العربي بيحتفل بتأسيسه، وأيضا في معرض كبير ومهم بيرصد ما فعله الأمير طلال بن عبد العزيز خلال تاريخه للطفولة العربية وللتربية في العالم العربي بشكل كبير، تحت عنوان طلال تاريخ تقرأه الأجيال. المركز القومي لثقافة الطفل بيشارك بعدة فعاليات بمناسبة هذه الاحتفالية، بيشارك بمعرض زي ما حضرتك شايف بأنامل العربية مصر في عيون أطفال العالم العربي، بيشارك أيضا بحفل كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، بيشارك أيضا بفريق بنات وبس، بيشارك بالأراجوز، بيشارك أيضا بفرقة كروكي، ويشارك أيضا بورش للفنون التشكيلية للأطفال. هذه المشاركات هي محبة خالصة وشراكة وتعاون ما بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي لثقافة الطفل، طبعا ده بتوجيهات من الأستاذ الدكتور هشام عزم الأمين عام المجلس الأعلى للثقافة. لما وصل له الجواب من المجلس العربي وجه في الحقيقة بالتنفيذ، وأنا بدأت أنفذ. المجلس ده تأسس عام 1987، وهو فكرته الأساسية كانت لدى المؤسس أنه يكون مركز إشعاع فكري لكيفية العناية بالطفولة، وأن الطفولة هي المستقبل للأمة العربية كلها. المجلس نشاطه ممتد إلى جميع أطراف العالم العربي، ومقره القاهرة. ومقره القاهرة بفضل اتفاقية بين المجلس وبين وزارة الخارجية، وصدر بها قرار جمهوري في نفس العام الذي ذكرته. الحقيقة المجلس بيتعاون مع كافة المؤسسات. النهاردة بنستقبل زيارات الأطفال من أكثر من مكان من المدارس المصرية، وكذلك لدينا وفد كبير من وزارة الثقافة، من مركز الطفولة بوزارة الثقافة، بيقدموا عروض فنية النهاردة زي ما حضراتكم شايفين في الأماكن المختلفة. هذه العروض الفنية بتؤكد هوية أطفالنا في الوطن العربي، وكيف أن الأطفال نحتاج دائما إلى أن يكون الطفل واعيا بمستقبله بمكانته، ونغير الاتجاه الثقافي والفكري، أن إيجاد بنية ثقافية تنويرية في ذهن أطفالنا هو ده ضمان مستقبلنا، ولا يمكن أن توجد تنمية حقيقية ونؤسس لوطننا الجديد العربي في كل البلاد العربية في مرحلة جديدة بدون أطفال يملكون الوعي ويملكون الصحة ويملكون العناية، وهذه هي وظيفتنا الأساسية. المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي لثقافة الطفل بنقدم احتفالية بمناسبة مرور 35 عام على إنشاء المجلس العربي للطفولة والتنمية، والشراكة الحقيقية اللي بين القطاعين في القطاع الخاص كمجلس عربي للطفولة والتنمية والمركز القومي لثقافة الطفل كقطاع حكومي لخدمة أطفال مصر والوطن العربي على الأرض المصرية. النهاردة بنعمل أكثر من حاجة. المركز القومي لثقافة الطفل بيقدم كورال سلام اللي بيتغنى بمجموعة بقيادة المايسترو وائل عوض، وبيتغنى بمجموعة من الأغنيات الوطنية والعربية اللي بتدعم القومية العربية، وإن احنا بنتعامل على أرض مصرية بشكل منفتح لكل أشقائنا العرب. وكمان بنقدم عرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب والفنان أحمد جابر اللي برضه هيكلمنا عن نفس المحتوى بشكل مبسط للأطفال، وعندنا مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم موجودين معانا النهاردة في القاعة، وعندنا مجموعة كمان من الأطفال من مدارس تانية عشان يحتفلوا ويشوفوا الاحتفالية بتاعتنا النهاردة، بالإضافة
بالاضافه لمعانا كمان فرقه كروكي التابعة للمركز القومي لثقافه الطفل اللي بتقدم مجموعه من عرائس الماريونيت بشكل جميل ومحبب للاطفال، وكمان معانا معرض لوحات للاطفال فائزين من كل الدول العربيه في مسابقه مصر في عيون اطفال العالم، بس احنا النهارده عاملينها مصر بقى بانامل عربيه باعتبار ان الموضوع عربي في بعضه. المقام الاول احنا بنحتفي بسنوات طويله من التعاون مع المجلس العربي للطفوله والتنميه. المركز القومي لثقافه الطفل شارك في عديد من المشروعات والانشطه مع المجلس العربي للطفوله والتنميه، واليوم بيمر 35 سنه على انشاء المجلس العربي للطفوله والتنميه. المجلس العربي له اسهامات كبيره في مصر وفي كثير من الدول العربيه بعقول مصريه وعقول عربيه قدر ان هو ياثر في الطفوله وثقافه الطفل العربي. المركز القومي لثقافه الطفل النهارده بيقدم شكر للمجلس العربي على هذا الدور، وكمان على مزيد من التعاون المشترك في المرحله الجايه مع المجلس العربي للطفوله والتنميه. احنا بنقدم مجموعه من الاغنيات في الاحتفاليه العظيمه الجميله اللي بالمجلس العربي للطفوله والتنميه، اغنيات خاصه بالاغاني الوطنيه من الزمن الجميل، ولكن كل اللي بيقدمه كورال بنقدمه بشكل وقالب موسيقي وتناول درامي برؤية مصرية جديدة. الكورال بيضم مجموعة من الأعضاء من الأطفال لغاية الشباب، لأن احنا عندنا من سن 8 سنوات لغاية 28 29 30 سنة تقريبا. الكورال بقالنا 5 سنين في يعني عمر يعني الكورال 5 سنوات. بنقدم مجموعة من الأغنيات مهمة جدا، أغنية عالم الأطفال يتغير من كلمات الشاعر فتحي الجندي ومن إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل ومن ألحاني وتوزيعي. بنقدم مع الغنى أداء درامي شعري، وهو ده اللي بيخلي الكورال متميز عن الفرق الأخرى، إننا عندنا أداء شعري درامي، وحضرتك هتشوف في العرض إن شاء الله بيبقى في ازاي يقدم الاغنيه بشكل ادائي الطفل نفسه، بيطلع يقدمها مع مجموعه من زمايله في الفرقه بشكل درامي شعري، ثم بتنزل الموسيقى وبعدين بيبتدي مجموعه اخرى بتبتدي تاخد منه الغنى. النهارده احنا بنشارك بمسابقه مصر في عيون اطفال العالم للعام في الدول العربية. احنا النهاردة معنا السعودية، الكويت، الامارات، سوريا، عمان، العراق، دول من الدول دي مشاركين باعمال. عندنا اكتر من 1500 عمل في الدول العربية، فالنهاردة عاملين معرض وهنعمل الافتتاح ان شاء الله بمناسبة التأسيس وبمناسبة مرور 35 عام.